اي فيفا كوين افضل وارخص موقع لبيع الكوين سريع بالتسليم وبيدعم اللغه العربيه ومضمون من الباند والتصفير وبتعامل معه انا شخصيا. الرابط كود الخصم موجودين تحت بالدسكربشن. السلام عليكم، كيف الحال؟ معكم منار او سوري جيمر، واليوم عندنا مقطع جديد بقناه من سلسله اخر اخبار سوق الانتقالات الصيفيه، الحلقه رقم 24 تقريبا. الصراحه من كثر عدد الحلقات ما عاد عرفت ارقام الحلقات بالضبط، فبتمنى قبل ما نبدا دعمك بزر لايك وتشترك بالقناه. اذا ما كنت مشترك بتمنى نحاول نوصل فوق 3500 لايك على الحلقه، لانه الصراحه الدعم بالفتره الماضيه جدا تعبان، فبتمنى كل واحد يضغط على زر لايك ويكمل متابعه المقطع. فبسم الله نبدا من الخبر الاول. انا واليوم انتقال لاعب اكسل بيتسل الى نادي باريس سان جيرمان. طبعا كشفت بعض الصحف الفرنسيه ان نادي باريس سان جيرمان على مفاوضات مع نادي كوانجن الصيني من اجل ضم اللاعب اكسل بيتسل. طبعا اللاعب انتقل للدوري الصيني من الموسم الماضي، كان بيلعب بزينت سان بطرسبرغ الروسي وبعدها انتقل على الدوري الصيني، وخطوه اي لاعب ينتقل على الدوري الصيني صراحه خطوه للوراء تعتبر بمسيرته. فاللاعب طبعا عمره 29 عام وطوله 188 سنتيمتر. مع اخبار خروج رابيو من نادي باريس سان جيرمان، فعلى الاغلب بيتسل راح يكون بديله بنادي باريس سان جيرمان. صح انه ما في مقارنه يعني كبيره بين اللاعبين، لانه اللاعب رابيو سنه لسه صغير مقارنه باللاعب بيتسل. اللاعب بيتسل عمره 29، رابيو تقريبا عمره صغير يعني بحدود 23 او 22. فاللاعب لعب 18 مباراه الموسم الماضي، سجل هدفين وما صنع ولا هدف، فاحصائياته تعتبر عاديه جدا صراحه، لانه لاعب خط وسط وما صنع ولا هدف، فهذا الشيء يعتبر سيء جدا. لاعب طبعا 3 نجوم مهارات و3 نجوم قدم ضعيفه، كان من اللاعبين الجيدين جدا، ويعني احتمال كبير لو راح باريس سان جيرمان يسترجع مستواه بشكل كبير. ومع بلجيكا بشكل عام الصراحه قدم اداء جيد جدا ببطوله كاس العالم واخذ المركز الثالث مع المنتخب البلجيكي. فبننتقل للخبر اللي بعده، انه اليوم انتقل لاعب كريستيان بوليسيتش الى نادي ريال مدريد. طبعا كشفت بعض الصحف الاسبانيه ان نادي ريال مدريد على مفاوضات مع نادي بوروسيا دورتموند من اجل الحصول على خدمات اللاعب الشاب كريستيان بوليسيتش، طبعا صاحب 19 عام. فاللاعب طبعا عمره 19 عام وطوله 173 سنتيمتر، بيلعب بالقدم اليمنى، يعتبر من المواهب الجدا ممتازه. طبعا اللاعب هو كرواتي الاصل، لكن هاجر الى امريكا مع عائلته وحصل على الجنسيه الامريكيه، وحاليا يعني عم يلعب مع المنتخب الامريكي. فلعب 42 مباراه، سجل 5 اهداف وصنع 7 اهداف، يعني مشارك ب 12 هدف من 42 مباراة. كأحصائياته تعتبر جيدة نوعا ما، لاعب لسه سنه صغير وبإمكانه انه يتطور لسه اكثر من هيك، واعتماد دورتموند على اللاعبين الشباب يعتبر شيء جدا ممتاز وبيخلي انه النادي يتطور بشكل اكبر. اللاعب طبعا لعب يعني 42 مباراة، يعتبر عدد جيد جدا انه لاعب شاب ويلعب هالعدد من المباريات. لاعب طبعا 4 نجوم مهارات و4 نجوم قدم ضعيفة. فاللاعب يعني لو جابوه ريال مدريد بشوف انه صفقة جدا ممتازة، واكتبوا لي رأيكم بالصفقة لو تمت تحت بالتعليقات. فبننتقل للخبر اللي بعده، انه هو انتقال لاعب توم انس الى نادي ستوك سيتي. طبعا تم بشكل رسمي انتقال لاعب من نادي هادرسفيلد تاون الانجليزي الى نادي ستوك سيتي ايضا الانجليزي، مقابل مبلغ 11.2 مليون يورو، يعني حوالي 11 مليون يورو. فاللاعب لعب يعني الموسم الماضي 37 مباراه برفقه نادي هادرسفيلد تاون، سجل 3 اهداف وما صنع ولا هدف. لاعب طبعا عمره 26 عام وطوله 178 سنتيمتر، بيلعب بالقدم اليسرى. طبعا مع هبوط نادي ستوك سيتي من الدوري الانجليزي الممتاز، فيعني هذا الشيء يعني بيخلي اللاعبين اغلبها تنتقل من النادي وبيجيبوا لاعبين اضعف من اللي كانوا موجودين. يعني شفنا انتقل رمضان صبحي لهدرسفيلد تاون، وانتقل انس ل يعني من هدرسفيلد تاون لستوك سيتي. فاللاعبين بيجيبوا لاعبين اضعف يعني من اللي كانوا بيمتلكوهم بالدوري الانجليزي الممتاز، لانه اغلب اللاعبين بترفض انه تلعب بدوري غير دوري الاضواء، يعني يكون مثل الدوري الانجليزي الممتاز. لاعب كل عمره 26 عام، فبامكانه انه ينفع لنادي ستوك سيتي لعده مواسم في حال ضل مع النادي. بننتقل للخبر اللي بعده، انه هو انتقال اللاعب مالكوم الى نادي برشلونه. طبعا كشفت بعض الصحف ان هناك اتفاق تم ما بين اداره نادي برشلونه واداره نادي بوردو من اداره نادي بوردو طبعا وليس بورتو، من اجل الحصول على خدمات اللاعب مالكوم في فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه، بعد اخبار سمعناها عن انه نادي روما مهتم بضم اللاعب، لكن اقتربت بشكل كبير صفقة من الحسم، وتقريبا لغوا برشلونة فكرة التعاقد مع ويليان، لأنه اللاعب ويليان عمره 29 عام وراح يصير 30 يعني بعد حوالي يمكن 10 أيام ولا شيء. فاللاعب مالكوم لسه سنه صغير بإمكانه إنه ينفع النادي لكثير سنوات جاية. صراحة صفقة جدا ممتازة لو تمت لنادي برشلونة، ولاعب شاب ولاعب طموح وجدا جدا ممتاز صراحة. فلعب 38 مباراة الموسم الماضي برفقة نادي بوردو، سجل 12 هدف وصنع 8 اهداف، كاحصائياته تعتبر جدا ممتازة صراحة. اللاعب مشارك ب 20 هدف من 28 او من 38 مباراة، بالرغم من انه ما عم يلعب بهالنادي الضخم. نادي بوردو ايام زمان كان جدا ممتاز، لكن حاليا اداؤه تراجع بشكل رهيب. لعب طبعا 4 نجوم مهارات و4 نجوم قدم ضعيفة، اضافة جدا ممتازة بالنسبة لبرشلونة لو تمت الصفقة. فبننتقل للخبر اللي بعده، انه انتقل لاعب ثيو هرنانديز الى نادي ريال سوسيداد. طبعا كشفت بعض الصحف الاسبانية عن مفاوضات ما بين ادارة نادي سوسيداد وادارة نادي ريال مدريد
اجل الحصول نادي ريال سوسيداد على خدمات اللاعب الشاب صاحب العشرين عام. طبعا اللاعب انتقل من نادي ديبورتيفو الافيش الى نادي ريال مدريد، لكن ما قدم هالاداء الممتاز، واصلا ما لعب هالعدد الكبير من المباريات حتى يعني يعرف الجمهور اداء اللاعب. يعني واحد مثل مارسيلو موجود مستحيل انك تشارك بديل له الا في حاله اصابته او في حاله انه كانت مباراه سهله ولا شيء، لكن غير هيك مستحيل انه يشارك مكانه. اللاعب طبعا عمره 20 عام وطوله 184 سنتيمتر، بيلعب بالقدم اليسرى، فلعب 13 مباراه الموسم الماضي، عمل فيه 33 تدخل، 21 منهم تدخلات ناجحه. كعدد التدخلات يعتبر جيد جدا، وايضا نسبه النجاح تعتبر جيده نوعا ما، لكن كعدد مباريات يعتبر قليل عدد المباريات اللي لعبها. فصفقه اعاره بتكون جدا ممتازه الصراحه لو انتقل اللاعب، فبيصير بيشارك اكيد بشكل اساسي، او انه يعني لو ما شارك بشكل اساسي اكيد راح يشارك بشكل اكبر يعني من مشاركته مع نادي ريال مدريد، لانه 13 مباراه على طول موسم، يعني عندك الدوري 38 مباراه ودوري الابطال يعني مبارياته كثيره كمان، يمكن حوالي 13 مباراه ولا شيء، وهذا غير كاس الملك والمباريات الوديه، كل هاي الاشياء بتلعب دور. يعني وفي بطوله كاس العالم للانديه راح يلعبوها بعد كم يوم، وبطوله كاس السوبر الاوروبي، يعني في كثير بطولات ممكن انه تاثر على هذا بهذا الشيء بعدد المباريات، فعدد المباريات يعتبر قليل صراحه بالنسبه للاعب. فمننتقل للخبر اللي بعده، واللي هو انتقال لاعب اندري غوميز الى نادي ارسنال. طبعا كشفت بعض الصحف الانجليزيه ان نادي برشلونه رفض عرض ارسنال بقيمه 30 مليون يورو، وانه على ارسنال ان يدفع مبلغ اكثر من ذلك للحصول على خدمات اللاعب صاحب ال 24 عام. الصراحه مبلغ 30 مليون يورو يعتبر ايضا جدا ممتاز بالنسبه لمثل هذا اللاعب، لاعب ما ناسب طريقة لعب برشلونة اطلاقا، ولا يمكن قدم 20% من اداؤه لما كان بفالنسيا. اللي شافه مع فالنسيا صراحة كان اداؤه رهيب، كان اداؤه اسطوري، يعني شوفوا له لقطاته مع فالنسيا والله كان اللاعب جدا ممتاز، لكن من لما اجى برشلونة واداؤه تراجع بشكل رهيب، وجماهير برشلونة يعني بتكره هذا اللاعب كمان. لاعب لعب 31 مباراة ما سجل ولا هدف، هي الاحصائيات من مباريات الرسمية، في مباراة ودية سجل فيها هدف، لكن الاحصائيات اللي بنجيبها كلها بالمباريات الرسمية، وطبعا ما سجل ولا هدف وصنع هدف وحيد. لاعب طبعا 3 نجوم مهارات و4 نجوم قدم ضعيفه، كاحصائيات بشكل عام تعتبر سيئه جدا صراحه، ولو برشلونه طلعوه او باعوه بامكانه انه يجيبوا مكانه لاعبين جدا ممتازين صراحه، او انه يبيعوا مثلا اندري غوميز ويبيعوا العديد من اللاعبين، بامكانه انه يجمعوا مبلغ ضخم ويجيبوا لاعبين او 3 لعيبه بهالمبلغ صراحه. يعني صفقه جدا ممتازه لو تمت بالنسبه لنادي برشلونه، مكسب بالنسبه لنادي برشلونه لو تمت. فبننتقل للخبر اللي بعده، واللي هو انتقال الحارس فابريسيو الى نادي فولهام. طبعا تم بشكل رسمي انتقال لاعب من نادي بشكتاش الى نادي فولهام الانجليزي مقابل مبلغ 6 ملايين يورو. لاعب البالغ من عمر 30 عام وطوله 185 سنتيمتر، بيلعب بالقدم اليمنى. طبعا لعب 43 مباراه مع نادي بشكتاش التركي الموسم الماضي طبعا، وتلقت شباكه فيها 46 هدف وعمل 13 كلين شيك، احصائيات تعتبر جيده جدا صراحه، يعني عدد الاهداف اللي تلقاها تقريبا بتقدر تقول نفس عدد المباريات اللي لعبها طبعا، وعمل 13 كلين شيك ايضا، عدد يعتبر جيد جدا. ولاعب طبعا نجمه مهاراته 3 نجوم قدم ضعيفه. نادي فولهام جاب العديد من اللاعبين لحد الان، وعم يحاول يتطور من ادائه، خاصه انه يعني حاليا راح بيلعب بالدوري الانجليزي الممتاز، فاكيد نادي مثل فولهام لازم يطور من مستوى لعيبته ومن جوده اللاعبين اللي بيمتلكها، فصفقه جدا ممتازه صراحه. فبننتقل على الخبر اللي بعده، انه اللي هو انتقال لميرالين بيانيتش الى نادي مانشستر سيتي. طبعا كشفت بعض الصحف الانجليزيه ان نادي مانشستر سيتي والمدرب بيبي جوارديولا يرغب بضم اللاعب بيانيتش من نادي يوفنتوس. طبعا اللاعب يعني حاليا يعتبر وضعه جدا ممتاز بيوفنتوس، خاصه بعد قدوم كريستيانو رونالدو، فشي بيكون جدا ممتاز وتدعيم جدا ممتاز بالنسبه ليوفنتوس. وايضا نادي مانشستر سيتي يعتبر من ابرز الانديه الاوروبيه حاليا، واخذ لقب الدوري الانجليزي الموسم الماضي، وبامكانه هذا الموسم حتى ينافس على لقب دوري ابطال اوروبا باللاعبين اللي بيمتلكها وبجوده المدرب الصراحه اللي عندهم. اللاعب طبعا عمره 28 عام وطوله 180 سنتيمتر، بيلعب بالقدم اليمنى، فلعب 44 مباراه سجل فيها 7 اهداف وصنع 14 هدف، يعني مشارك ب 21 هدف من 44 مباراه، بالرغم من انه لاعب خط وسط مو لاعب مهاجم، لكن احصائياته بشكل عام تعتبر جدا ممتازه، وصفقه جدا اسطوريه لنادي السيتي لو تمت. واللاعب طبعا 4 نجوم مهاراته و4 نجوم قدم ضعيفه. فبننتقل للخبر اللي بعده، انه هو انتقال لاعب جيروم بواتينج الى نادي مانشستر يونايتد. طبعا كشفت بعض الصحف الانجليزيه عن مفاوضات ما بين نادي اليونايتد ونادي بايرن ميونخ من اجل الحصول على خدمات اللاعب جيروم بواتينج في فتره الانتقالات الصيفيه الحاليه. الصراحه اللاعب جيروم بواتينج يعتبر من افضل المدافعين بالعالم، لكن الاصابات اثرت عليه شوي، بتقدر تقول كمدافع يعتبر جدا صلب ومن افضل المدافعين، خاصه برفقه هوملز يعني بقلوب الدفاع النادي
مانشستر عند نادي بايرن ميونخ، لكن اللاعب مشكلته هي الاصابات صراحه، اصاباته كثيره. لاعب عمره 29 عام وطوله 192 سنتيمتر، بيلعب بالقدم اليمنى بالرغم من الجسم اللي بيمتلكه او البنيه الجسمانيه اللي بيمتلكها الا انه بينصاب. يعني لاعب مثل هيك، يعني عاده الاصابات بتكون للاعب ضعيف الجسمانيه او هيك، لكن الصراحه اللاعب ايضا عم ينصاب بشكل كبير. اللاعب كل اللي لعبه الموسم الماضي 21 مباراه، عمل فيها 45 تدخل، 31 تدخل منه الناشحين، كعدد يعتبر جيد جدا لكن مبارياته قليله. لاعب طبعا نجمتين مهاراته، اربع نجوم قدم ضعيفه، اكيد لو انتقل لنادي يونايتد رح بتكون صفقه جدا اسطوريه، خاصه مع احتياج نادي يونايتد لعده عناصر من اجل المنافسه يعني على الالقاب مثل الدوري الانجليزي. يعني هن عم ينافسوا على الدوري الانجليزي لكن محتاجين لاعبين لينافسوا على دوري الابطال، لانه صراحه دوري الابطال من زمان يعني ما اخذوا نادي انجليزي، تقريبا اخر نادي اخذه كان نادي تشيلسي بسنه 2012، يعني من حوالي 6 سنوات، ومن وقتها لهلا يعني اخذوا ب 2013 بايرن ميونخ، ومن 2014 لحد الان كل الفرق اللي اخذته فرق اسبانيه، تقريبا اربع مرات ريال مدريد ومره واحده لبرشلونه، فشيء يعتبر الصراحه يعني جدا سيء بالنسبه للكره الانجليزيه. المفروض انه الدوري الانجليزي يعتبر افضل دوري بالعالم من حيث التنافسيه ما بين اللاعبين. فهذا يعني كان بالنسبه لهذا الخبر. فبننتقل على الخبر اللي بعده عنا، واللي هو انتقال لاعب ليونيل ميسي الى نادي انتر ميلان. طبعا كشفت بعض الصحف الايطاليه ان نادي انتر ميلان يرغب في ضم اللاعب ليونيل ميسي من نادي برشلونه، خاصه بعد تعاقد نادي يوفنتوس مع اللاعب طبعا كريستيانو رونالدو. فصراحة لو انتقل ميسي على نادي انتر ميلان بظن انه شعبية الدوري الاسباني راح تختفي، يعني ما بعرف كيف، لانه اللاعبين الاثنين اكثر اثنين عم يعملوا شعبية للدوري الاسباني كانوا، لكن لو اثنين راحوا على الدوري الايطالي صراحة شعبية الدوري الاسباني راح تنخفض بشكل رهيب، وراح تلاقي انه صارت الناس اغلبها عم تتجه للدوري الايطالي. هي من وجهة نظري الشخصية صراحة. طبعا الصفقة صعب جدا ان تتم، لاعب مدد عقده من موسم مع نادي برشلونة وصعب جدا انه يرحل عن نادي برشلونه، لكن يعني ما بظن في شيء مستحيل بكره القدم. لكن لاعب مثل ميسي الصراحه صعب انه يترك برشلونه، بشوف انه صعب جدا 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 انه يترك نادي مثل برشلونه، لانه اللاعب من ابناء النادي، وهذا الشيء يعني صعب جدا. لو اللاعب مثلا لعب بالنادي فتره اربع خمس سنوات ولا شيء كان ممكن، لكن اللاعب من ابناء النادي فصعب انه يترك نادي برشلونه بهالسهوله، ولسه يعني بامكانه انه يقدم مستويات جدا خرافيه. لاعب طبعا عمره 31 عام وطوله 170 سنتيمتر، بيلعب بالقدم اليسرى، احصائيات مجنونه الموسم الماضي، 54 مباراه سجل فيها 45 هدف وصنع 18 هدف، يعني بتقدر تقول مشارك ب 63 هدف من 54 مباراه، احصائياته جدا ممتازه الصراحه. يعني اللاعب ميسي معروف انه من افضل اللاعبين بالعالم اذا ما كان افضلهم، وكثير ناس بتعرف هذا الشيء. اللاعب لو انتقل لانتر ميلان، يعني انتر ميلان بظن بشكل كبير راح يعود لمنصات التتويج، وراح تصير فيه منافسه ضخمه بالدوري الايطالي صراحه. لاعب طبعا اربع نجوم مهاراته واربع نجوم قدم ضعيفه، يعني كناس بتشجع برشلونة ما بظن انه في حدا بيتمنى انتقال اللاعب. يعني لو قلت انه ينتقل اي لاعب من برشلونة الا ميسي، يعني بيقول لك الا ميسي ما ينتقل، لانه صراحة هو اللي شايل برشلونة بالفترة الحالية. يعني المنيح انه برشلونة عم يتعاقد مع لاعبين على اساس انه يرجع مستوى السابق، لانه حاليا يعني ما بتقدر تقارن مستوى برشلونة الحالي مستوى برشلونة مثلا بسنة 2011 لما كان تشافي وانيستا وبوسكيتس. يعني صراحة كان تشافي بعز مستواه وانيستا وبوسكيتس، يعني كان شيء رهيب، والهجوم كان في عندهم دافيد فيا وفي بيدرو وميسي، يعني صراحه كان هجومه رهيب ودفاعه رهيب وكل شيء، وكارلس بيول وفيكتور فالديس، يعني كانت تشكيلتهم اسطوريه. لكن حاليا في ضعف شوي، يعني محتاجين شويه لاعبين اللي يحاولوا يرجعوا لادائهم السابق صراحه. فاللاعب يعتبر من اللاعبين الجدا ممتازين. فيعني بالشباب هيك وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى انه الفيديو عجبكم، بتمنى دعمكم بزر اللايك وتشترك بالقناه اذا ما كنت مشترك. بدنا نحاول نوصل فوق 3500 لايك على هي الحلقه، وان شاء الله رح ننزل لكم الحلقه اللي بعدها فورا من هي السلسله. فبس هذا اللي كان عندي اليوم، شكرا لخير، الفيديو الجاي في امان الله.